طالع باللوك الرياضي يعني. انا قاعد في البيت طيب، مستعد منه بحاجه يستفاد ان ياخد الحاجات الكويسه مني ويعملها اسرع مني واحسن مني. في حد مخاوي جني يا عمرو انه النجاح مش وليد اللحظه، النجاح بيحتاج خطوات وبيحتاج في طريق متعب، الواحد ممكن احيانا يوصل لمرحله الاستسلام. اوريك حاجه ثانيه واحده نشوف اي حاجه. ما عمرها صارت معك مواقف خلينا نقول بين قوسين استثنائيه او غريبه من اول ما دخلوا الاحجار على حياتك؟ حسد طب انا هجيب حجر كده، طب انا بطني وجعاني هجيب حجر، لا هي مش كده. ان احنا لما نغير المنتاليتي او نغير عقليتنا هي بتغير الظروف حوالينا. ممكن مثلا الحسد ده يجي من نفسك انت، يعني ممكن انت تحسد نفسك، تمام؟ ممكن القريب يحسدك، يعني هو محدش بعيد عن الحسد، كل الناس عادي ممكن في يحسد. ناس خلاص بعدها في حاله معينه انه ما بتتقبل هاي الجزئيه، انه فيش شيء راح ياثر علي انا كجسد، انا مش شايفه غير مرئي بالنسبه لي. مرحبا، انا علي غيث، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من علي تشات. اليوم حوارنا مع عمرو داغر من مصر. ما تنسوا تعملوا لايك للحلقه، شير، سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس. خليكم معنا لآخر الحلقة. أخبار حبيبي، كيفك؟ كله تمام؟ معلش أنا في البيت بقى وكده، ف أنت فاهم بقى الحظر بقى. أنا فاهم، بس كتير حلو الباك جراوند عندك. تسلم يا صديقي. أنت إيه الأخبار؟ تمام. انت يعني هينا قاعدين في هالكورونا وفي هالحياة عم نحاول نمشيها تمام، بس صامدون. عمرو ما شاء الله عليك، انت شاب نشيط، يعني انا بتابعك، واحنا تعرفنا على بعض في مصر في يمكن مصر الشيخ زايد، وتقابلنا كذا مره في المهندسين 2012 يمكن 2012 2013 اعتقد. ايوه كان الوقت ده. Yes. وكنت وانا بلاحظ عليك انت شاب كثير نشيط، يعني بتحب تعيد اكتشاف نفسك، يعني عم تدخل في اكثر من شغله، وانتبهت على موضوع اللي هو شيبا بريسلت، اللي هو سبحان بريسلت، وهلا رح نحكي عليه اكثر يعني شوي بتفصيل. لكن هل عمرك واجهت من الناس اللي حواليك اللي بيعرفوك القريبين منك، هل عمرهم مثلا حكوا انه الشخص اللي بيكون نشيط لهي الدرجة واللي عماله بنطنت من قصة لقصة، هل هذا الشخص بيكون عارف لوين رايح ولا لا؟ كيف انت بتشوف نظرة الناس اللي حواليك لإلك وانت عمالك بتكتشف في ذاتك؟ بص، هو انت بتقابل جميع انواع الناس، يعني كل اللي حواليك، بتقابل اللي فخور، بتقابل اللي الصغيرين، الشباب الصغيرين اللي هو متابعك وشايفك قدوة، تمام؟ أنا كل الكلام ده بيبسطني جدا. وفي ناس بتبقى عارفاك من أيام زمان، من أيام الطفولة وكده، إن أنت مثلا كنت شقي وبتلعب وبتروح وبتيجي وكده، بقول لك يا عم ده هيعمل فيها مثلا رياضي، هيعمل فيها رجل اعمال، هيعمل فيها مش عارف ايه. يعني انا ما بزعلش من الكلام ده كله، بالعكس انا كل اللي بتمناه ان اول حاجه الناس اللي في القمه بالنسبه لي اللي هياخدني قدوه في حاجه، فيا ريت لو ياخدني قدوه في حاجه ياخدني قدوه في الحاجه الحسنه. بمعنى لو انا مثلا بتمرن مثلا حديد او بتمرن بلعب رياضه، فانت خدني قدوه في الحته دي. الشباب الصغيره في اسرتي او اولاد اصدقائي او ايا كان، خدني قدوه في الحته دي. ان انت تبتدي مثلا من وقت الدراسه ان انت تشتغل في حاجه، تتعلم، تاخد تدريب، تنزل كورسز، كل الكلام ده، ابتدي انت اسرع مني. يعني انا ابتديت من الجامعه، ابتدي انت من ايام المدرسه، من ايام الثانوي او ايا كان. كل ما ابتديت بدري، والشباب الصغيره كل ما ابتدوا بدري في الحاجات المستقبليه اللي هي تطور من ذاتهم، كل ما ده كان في المستقبل نفعهم بحاجات كتير جدا جدا جدا. فياريت
يعني اللي هيستفاد مني بحاجه يستفاد ان ياخد الحاجات الكويسه مني ويعملها اسرع مني واحسن مني 100 مره. فده شيء اللي يبسطني. وطبعا اللي بيبقى فخور واللي بيقول كلام كويس انا ده يعني زي الوقود اللي بيحركني اكتر، بيخليني يعني شايف ان الطريق ده صح. تمام. وحتى لو فشلت في حاجه، وفشلت بدل المره مليون مره في كذا حاجه، تمام، بس كل مره بتعلم من الخطا وما بحبش او ما بضطرش ان انا اكرر الخطا تاني واستفاد من الاخطاء. ووقتها الناس اللي بتدعمني مثلا، طب ما تزعلش نفسك، ربك كريم، كمل، طب فكر في حاجه تانية، طب شوف مش عارف ايه. الناس دي هي الناس محترمه جدا. ايش شعله طموحك عمرو؟ ايه الحاجه اللي بتدفعك لقدام؟ الحاجه اللي بتدفعني لقدام ان انا عندي كذا هدف. يعني انا عندي كذا هدف حاططهم في دماغي من وانا صغير، وكل مره الاهداف دي بتتطور، سواء اهداف اجتماعيه، اهداف اقتصاديه، اهداف صحيه ونفسيه وعائليه. يعني في كذا هدف بحاول احققهم، بحاول اوصل لهم. وهي دي رساله انا اعتقد، يعني كل شخص مخلوق في الدنيا عشان يبقى عنده دور في المجتمع او دور لحياته، يعني يفضل ماشي في الحياه لحد ما يوصل. اكيد انت مرأت بصدمات ومرأت بعقبات بحياتك، وزي ما حكيت قبل شوي انه انت بتكتشف ذاتك دائما وبتحاول توصل لمكان معين. كيف قدرت تتعامل مع هاي الصدمات بالحياه كشاب صغير عنده الطموح عالي بده يوصل لشغله معينه؟ كيف قدرت تحزم نفسك وتمشي؟ يعني مثلا انا كنت في بروجكت اللي هو سبحان انت بريسلت، يعني بالمناسبه احنا ابتدينا فيه من 2015، وكان يعني راس المال كان صغير جدا. تمام. وكنا بنقعد احنا نشتغل، وكنت بجيب الشباب الصغيرين اللي بيبقوا مثلا اخوات صحابي وكده اللي قاعدين على القهوه ولا بتاع، تعالى يا معلم اقعد اشتغل معايا وهدي لك كذا وهدي لك كذا وهدي لك. كنا بنشتغل لحد ما، والسهم بتاعنا كان طالع، يعني السهم بتاعنا ما شاء الله كان طالع كويس جدا، وكان ده بيزنس جنب الوظيفه اللي انا كنت بشتغلها. لدرجه ان حصل مشاكل في الوظيفه، فكان البيزنس ده كان يعني بيغطي كل احتياجاتي. تمام. فبعد فتره ابتدت الناس عايزه تدخل شراكه في الموضوع ده، بس فاحنا عملنا حاجه زي اللي هو ايه، اللي تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. ده مثل مصري عندنا اللي هو ايه، عندك مثلا ثلاثه عايزين يدخلوا شركه معاك، حلو، فانت مش عايز مثلا يبقى الموضوع كبير دلوقتي في الوقت الحالي، فبتضطر تختار منهم مثلا واحد. فوقع الاختيار على اقرب شخص موجود او اكتر شخص انت تعرفه. للاسف ما كانش الاختيار في محله من ناحيه الاضافه، اصل انت حد ان هو يشاركك في مشروع لسه دي ستيب 3 بالنسبه له وبيتطور اكتر واكتر، فلازم وقتها ان اللي هيدخل شريك معاك ده لازم حد يضيف. فجت بقى حصلت بقى اللعبكه في الحته دي، ابتدى يحصل تقصير لحد ما التقصير وصل للعواميد الرئيسيه في المكان. تمام. فاضطرينا ان احنا نهولد الموضوع دلوقتي شويه، وفصلنا الشراكه. ما فضلش غير انا والشريك الاساسي بتاعي اللي هو صديقي، بس عملنا هولد للموضوع دلوقتي حاليا لحد ما اجمع نفسي كويس تاني وهرجع اكمل في الموضوع تاني. تمام. يعني انا اتجهت في 2 بروجكت تانيين، فقلت اركز في 2 بروجكت تانيين كويس جدا، اقومهم كويس جدا، وبعد كده ابتدي ارجع للموضوع. يعني بعد الموضوع على الطاوله، بس يمكن الوقت مش مناسب او المعطيات مش مناسبه، فالواحد يعني يغير من هاي المعطيات لحديت ما يوصل للنتيجه اللي بده اياها. صحيح. بالظبط. فكان التحدي بالنسبه لي ان انا اوقف الموضوع ده، مع ان احنا يعني كنا الحمد لله كنا يعني من اوائل الاسماء
في مصر لدرجه ان احنا كنا بنصدر، يعني صدرنا فلسطين، صدرنا الامارات، الكويت، السعوديه، هولندا، امريكا، المانيا. يعني كل دي كانت اوردرز بتجيلنا، غير الويب سايتس، غير الناس اللي كانت بنبعت لها دايركت اوردرز بالجمله كمان، وغير محلات الملابس اللي كانت هنا. الحمد لله احنا كنا بنوزع شغل ل 10 محلات ملابس، في منهم 3 4 اسامي كبيره لهم فروع في مصر. تمام. فلما الموضوع انهار وابتدت الدنيا ما تبقاش في الامور الكويسه، انا ساعتها حسيت باحباط شويه وكده. فوقتها اتفتح لي بروجكت تاني، وبروجكت في المجال الان بتاعي قوي، في الميديا وفي الميديا برودكشن والديجيتال ماركتنج. فاضطريت ان انا ايه اركز فيه دلوقتي، اقومه بشكل كويس، وبعد كده ان شاء الله لما يعني لما الامور تبقى ستيبل وتمام اقدر ان انا اقوم البروجكت التاني وارجع اشغله تاني. يعني يمكن الشغل اللي ممكن نوصل لها هون انه النجاح مش وليد اللحظة. النجاح بيحتاج خطوات، وبيحتاج في طريق متعب، والواحد ممكن احيانا يوصل لمرحلة الاستسلام. يعني انا بحكي لك من تجربة خاصة كمان، ومتأكد انه كتير مروا فيها، انه ممكن الواحد يوصل مرحلة يقول انا مش قادر امشي اكتر في هذا الموضوع، وبدي احط بريك، يعني بدي اوقف شوي يخليني الملم نفسي وامشي. فوضع طبيعي هذا. بس يعني يمكن بدي اسالك عمر، هلا بفهم الجانب التجاري او جانب البزنس من اي عمل انت عملته، ممكن سبحان اند بريسلت. سبحان بريسلت. بس ايش، هل كان في عندك يعني حاجة تانية من وراء هذا المشروع؟ لأنه إحنا بنحكي عن الأحجار الكريمة، وأنت كنت تحكي عن القوة تبعتها وإيش في ممكن تأثر على السيكولوجية وعلى النفسية وعلى الوضع الروحاني و إلى آخره. فهل كان في عندك أنت يعني ولع في هذا الموضوع، أو أنت كنت حابب تفوت فيه، ولا بس هي فرصة تجارية كانت بالنسبة لك؟ لا، هو الموضوع كان لي شقين. موضوع انا حبه وقريت عنه ومؤمن بيه الصراحه، وكمان فرصه تجاريه الاثنين. تمام. انا عايز اوريك حاجه ثانيه واحده. نشوف اي حاجه. كوارتز، هاي ده ستون اسمه كلير كوارتز. كلير كوارتز. ده كلير كوارتز. مش عارف، مش باين في الاضاءة. ده التايجر اي. ده الروز كورتز. روز كورتز. اشوف قبل ما تقول لي الاسم احاول احذر ايش ال ما انت ما شاء الله يعني عرفته. مستر كواز. لا هذا مستر كواز. لا لا مش عارف عمرو، ساعدني. هو يمكن الاضاءة بس ال ما عرفته. ده حجر لابيس لازولي. لابيس، صح. ده لابيس لازولي اللي هو الحجر الازرق، وتلاقيه منقط ذهبي كده زي الجالكسي، زي المجره. الحجر ده يعني انا من الاحجار المفضله ليا. ده زي بيعمل، بيفتح لك المسار الطاقه بتاع العين الثالثه، اللي هي الرؤية إلى عوالم أخرى، الرؤية المستقبلية. بتفتح لمخك إن أنت مثلا تبقى داخل على الموضوع أو الحاجة، فبتشوفه بتشوفه بالعين الثالثة، أو اللي هي إن أنت زي ما تقولي مثلا ده أحمد مثلا عنده رؤية لقدام، أو بمعنى أحمد عنده رؤية مستقبلية، أو مثلا أنت بتعرف الطالع، أو أنت مخاوي جني، ولا عارف أنت اللي هو إيه. في حد مخاوي جني يا عمرو؟ قل لي. الله اعلم. انا ما ايه رايك في الموضوع ده؟ مش بص، هو في عالم الجن موجود، يعني في الانس والجن. تمام.
هو اللي موجود اللي هو المس الجني، اللي هو ده بيحصل مس ما بين العالم السفلي والإنس والجن، بيحصل مس الشخص يعني بالحالات اللي احنا بنسمعها كلها وبنشوفها، لكن ان هو مخاوي جني وبيدي الجن امر ان هو يعمل واحد اتنين تلاتة، فانا الصراحة ما ما عمرها صارت معك مواقف خلينا نقول بين قوسين استثنائية أو غريبة من أول ما دخلوا الأحجار على حياتك؟ بص، وأنا في ناس كنت بلاقي ناس موقفين حياتهم على الأحجار، بمعنى واحدة مثلا تقول لي أنا بتحسد، طب أنا عايز حجر مش عارف إيه، لأ ده أنا عايز حجر تاني عشان خاطر مش عارف إيه، طب أنا عايز حجر كذا كذا كذا. فقلت لها لا، هو الموضوع مش كده، مش كل مثلا حاجه تحصل لي في حياتي بروح اجري اجيب لها حجر اخليه معايا ولا الكلام ده، لا. قلت لها هي مش كده خالص، لا. قلت لها هو الموضوع كله جسم الانسان عنده 7 مسارات طاقه، احنا الكون كله عباره عن طاقات، يعني بنصدرها وبنستلمها، تمام؟ فالمسارات بتاعت الطاقة دي بتعدي على كذا نقطة في جسم الإنسان، حلو؟ الشاكرز كل مسار من الطاقة دول بيبقى مسؤول عن طاقات معينة. يعني أنت مثلا طاقتك الروحانية مثلا اللي ما بينك وبين ربنا أو مخك أو أيا كان، يعني بتبتدي من هنا، يعني الطاقة بتاعتها من هنا. أنت مثلا لما بتحب أو بتبقى حابب حاجة أو فرحان أو مبسوط أو زعلان، فالطاقة بتاعتها بتتولد هنا. الحزن بيتولد في الطاقة اللي في البطن، يعني انت حتى لما بتحزن يعني فبيبقى الألم هنا، تمام؟ وفي الصدر، يعني في المنطقة دي كده بالظبط، تمام؟ الرجل بتبقى الطاقة بتاعت الجذور بتاعتنا، الأرض الصلبة، الثقة بالنفس. فيعني كل دي مسارات طاقة لما بتصدرها لحد، تمام؟ هي بتبقى أو يعني بتستلمها من حد، بتبقى هي المسارات دي في الجسم يعني. فلكن مش موضوع ان انا مثلا اذا انا اتحسدت طب انا هجيب حجر، اذا طب انا بطني وجعاني هجيب حجر، لا هي مش كده. يعني هي اكثر فتح مسارات الطاقه عشان الطاقه تتفاعل مع جسمك انت كويس. واحيانا ناس بيكون في عندهم مصدر او شاكرا من هاي الشاكرات بتكون بلوكت او مسكره، فبكون في عندهم مشاكل اللي هي تتوازى مع شو هاي الشاكرا. مثلا الناس اللي عندهم مصدر الطاقه مسكر عند القلب بكون صعب عليهم يحبوا او يستقبلوا الحب وهيك شيء. بس انت قد مؤمن بهاي الامور عمرو؟ قد هي مهمه بحياتك وقديش غيرت في حياتك فهم هاي الأمور؟ بص، أنا بالنسبة لي الأحجار يعني أنا بيعجبني شكلها، وكمان الحجر اللي هو الأوريجينال أو الطاقة بتاعته أو هو طبيعي 100%. أنا بحب الأحجار الطبيعية أكتر من الصناعية أو المعاد تصنيعها، هو ده اللي بيبقى ليه تأثير كويس، تمام؟ يعني مثلا انت لما تبقى قاعد في غرفة كلها اسود، ده بي 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 بيطبع على نفسيتك، حتى لو انت بتحب اللون الاسود، تمام؟ فتلاقي نفسك يعني ممكن مثلا تبقى صامت شوية، ممكن تحس ان انت اقرب للحزن، عكس ان انت لما تقعد في غرفة مثلا كلها الوان، يعني الوان مثلا كتير، فده تحس ان هي الغرفة مبهجة او فريحية او كده. مثلا انت البحر، انت ليه بتحب تروح مثلا تقعد قدام البحر مثلا؟ البحر منظر البحر بيريحك، والهواء والحاجات دي، فكل دي انت طاقات بتدخل بتيجي لجسمك، تمام؟ فانت لما تبقى مثلا قاعد في مكان فيه حجر كذا، او مثلا ماسك في ايدك حجر كذا، ده بيساعدك على الاحساس بان انت مثلا مبسوط، او مثلا حاسس ان انت فرحان في حاجه، حاسس ان انت قريب مثلا من اهلك، حاسس ان انت واثق من قراراتك، يعني هو انا بحس ان هو بيديني احساس بده. فعشان كده يعني، لكن تكنيكال انا ما مش حاسه تكنيكال الصراحه، يعني لكن هو بيديني احساس او ايحاء بده في العقل، هو كل الاحاسيس وكل حاجه بتيجي من الخليه العصبيه.
يمكن السؤال هون بقول هل إحنا قوة تفكيرنا لهاي الدرجة عالية إنه ممكن شغلة زي حجر بلون معين يخلينا نفكر إنه هو راح يعطينا مثلا شغلة معينة، لكن كل النتيجة بتيجي عن طريق التفكير، عن طريق التفكير ذاته، مش من الحجر هذا. يمكن إحنا لما نغير المنتاليتي أو نغير عقليتنا هي بتغير الظروف حوالينا. أكيد طبعاً العقلية طبعاً، بص العقل طبعاً العامل الرئيسي في ده، تمام. ورقم اثنين هو علمياً أو يعني في الجيولوجيا إحنا أصلاً مخلوقين من الطين، من الأرض، تمام، ودي برضو أحجار. وحسب أنت مكانك فين أنت برضو بتلاقي شخصيتك وجسمك وشكلك وانطباعاتك كلها بتتكون على حسب البيئة اللي أنت موجود فيها. بمعنى الشخص مثلا اللي عايش في الجزيرة العربية بشرته وتفكيره غير الشخص اللي عايش مثلا في اسكتلندا مثلا. بتلاقي مثلا ده بشرة بيضة بيستحمل الجو البرد أكتر منك، بتحس يعني في فرق، تمام، على حسب الطبيعة وعلى حسب المكان اللي انت فيه، المحيط فيه. نفس القصة برضو الأحجار، انت لما بتبقى مثلا الأحجار دي جنبك على طول فانت بتحس ان الطاقة بتاعتك إيجابية، في مثلا حاجة اتغيرت مثلا ففيك مثلا لما بعد ما استخدمت الأحجار. انا في ناس استخدمت الأحجار وحست باختلاف بسيط، بس انا بشوف برضو ان الاختلاف ده جاي من اتنين، اللي هو العقل والبيئة المحيطة بيك، يعني من الناحيتين. بالضبط. السؤال يا عمرو، انت شخص رياضي، يعني انت من الاشخاص اللي بتعمل بودي بيلدينج، وفي مرحلة معينة صار في عندك انتكاسة صحية، صحيح؟ بالضبط. وبتذكر شفت مرة بوست عندك وحكيت فيه عن الحسد. بالضبط. بدي أفهم كيف من وجهة نظرك هل الحسد، يعني احنا كتير بنسمع فيه، وهلأ انت ذكرته قبل شوي بالحجار انه في ناس كانوا بدهم حجار للحسد وهيك، لكن بالنسبة لحالتك الشخصية وللموقف اللي صار معك شو كان؟ اشرح لي. احكي لك اللي حصل بالضبط. بص، هو الحسد موجود، يعني الحسد موجود ومذكور في القرآن وكل الكتب قالت يعني اتكلمت عن الحسد، تمام. بس ممكن مثلا الحسد ده يجي من نفسك انت، يعني ممكن انت تحسد نفسك، تمام. ممكن القريب يحسدك، يعني هو محدش بعيد عن الحسد، كل الناس عادي ممكن تتحسد. اللي حصل انا كانت جات لي اصابه من زمان في كتفي، ففضلت فتره ما بتمرنش، كنت بعمل عمليه وعلاج طبيعي وي 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 التفاصيل دي كلها. بعد كده رجعت اتمرن. في الفتره اللي انا رجعت اتمرن فيها دي كانت فتره صغيره جدا، يعني فتره صغيره لدرجة ان يعني الناس اللي تعرفك والناس اللي ما تعرفكش بالذات اللي يعرفوك لقوا ان انت فجأة سبحان الله راجع من اصابة عملت حاجة غريبة جدا، يعني تحولت تحول رهيب في فترة زمنية صغيرة، تمام. هو الموضوع ده بيبقى على عاملين، عامل جيني تكوين جسم بتاعك او الجينات الوراثية بتاعتك، ده رقم واحد. رقم اتنين مجهودك انت بتعمل ايه، نظام حياتك ايه، سواء كان في الاكل تاكل ايه، سواء كان في التمرين، عاداتك اليومية، كل التفاصيل دي. الاتنين دول لما بيجتمعوا مع بعض بتلاقي النتيجة اسرع، تمام، بتلاقي النتيجة اسرع، تمام. بالاضافة طبعا للخبرة، بالاضافة للتدريب في حاجات معينة، للقراية في حاجات معينة والتعلم في حاجات معينة، فبتلاقي النتيجة اسرع جدا. فالناس فجأة لقيتني هوب الشيب ظبط في وقت رهيب جدا، والحمد لله الحمد لله ما كان لا كان في منشطات ولا غير منشطات، هو كان أكل، تمرين، نوم كويس، عادات سليمة، مكملات غذائية صحية،
بس ده اللي انا كنت ملتزم بيه، وكنت بجري وكان يعني كنت بعمل حاجات كتير قوي. فجأة في يوم كان في رمضان، انا كنت ملتزم بنظام الاكل مسطرة بالجرام، خلصت جري وخلاص بروح البيت، فالمفروض كان عندي وجبات احضرها، الصدور الفراخ اللي هي صدور الدجاج خلصت، فاضطريت ان انا انزل اجيب من اي حد في الشارع، اي حد فاتح كده، فدخلت سوق شعبي كده جبت فراخ، لان هو كان يعني كان يعتبر قبل الفطار، هو الوحيد اللي لقيته فاتح. تمام، لان انا ما كنتش بجيب غير من مكانين، يا اما من مصدر موثوق، يا اما مزرعه دواجن خاصه بحد اعرفه، فكنت بجيب منه كميه. المهم جبت صدور الدجاج وطلعت على المنزل عند البيت، ووالدتي قعدت تنظف فيها، قالت لي لا هي فيها حاجه ريحتها مش كويسه، مش راضيه تنظف. انا اتغبيت بقى، قلت لها لا اعملي لي، انا لازم اكل اكل مظبوط. كلت الوجبه الاولى، كلت الوجبه الثانيه، الوجبه الثالثه بفتح الصدر لقيته في دم كده، او عارف، مع انه كان وطعمه مش حلو وريحته مش حلوه. في اليوم ده بعدها بالظبط شهر جالي فيروس A. تمام، فيروس A ده، فيروس A اللي هو التهاب كبدي، اللي هو فيروس A. تمام، بعدها بشهر بالظبط، وهي دي كانت فتره حضانه المرض، المرض بيظهر في خلال شهر. مش عايز اقول لك بقى، يعني فجاه انا نايم على السرير، باب الغرفه بتاعتي قصاد باب دوره المياه، انا مش عارف اقوم ادخل دوره المياه، ما كنتش عارف اكل حتى الاكل اللي بالدايت اللي كنت باكله، مش عارف اكل، ما بشربش غير ميه، باكل فاكهه بس ومكرونه مسلوقه فقط، ونايم طول اليوم على السرير، حتى مش قادر اتحرك، وكانت درجه حرارتي عاليه، ولوني قلب اصفر، في ماده كده اسمها بلوروبين جسم الانسان، كرات الدم الحمراء اتفككت، من بقت لونها اصفر، يعني بلوروبين خلاها لون اصفر، كان لون صبغتي اصفر اصلا، وعيني كانت لونها اصفر، فالوضع كان رهيب جدا. وهو معروف ان فيروس ايه ده بيجي من الاكل الملوث او الماء الملوث. ومن هذاك الوقت لهلا يعني حاسس انه لساتك عم بتحاول تتعافى وترجع للحاله اللي كنت فيها من ناحيه البودي بيلدينج؟ بص، اللي حصل كالاتي، ان هو الفيروس قعد في الجسم شهرين، وبعد كده انت عندك بقى خلاص هو خلص، اللي هي فترة بقى لو في عدوى. أنا كنت عامل حجر صحي في الغرفة عندي، ما كانش حد بيدخل عليا، كنت بستخدم دورة مياه لوحدي، كل أدوات الأكل وكل الكلام ده لوحدي، ما كانش في حد بيستخدم الأدوات دي معايا. فالحمد لله فترة العدوى خلصت عشان أهل بيتي، وبعد كده ابتديت بقى أعمل ريكفر بقى. أنت عندك أنزيمات الكبد عندي كانت واصلة ل 5000. انزيمات الكبد اصلا الطبيعيه بتاعت الانسان بتبقى اقصى حاجه 50، فانا كانت عندي 5000. البلوروبين في جسم الانسان درجه بتاعته 1.25، انا كانت عندي 14. الحمد لله انزيمات الكبد يعني نزلت لحد اخر شهر 12، الكلام ده كان يعني شهر، المهم يعني قعدت 3 شهور لحد ما انزيمات الكبد رجعت للطبيعي بتاعها. الحمد لله على سلامتك. يعني نظرك هذا كان حسد؟ لانه ليه عم بسالك هذا السؤال؟ لانه نحن في مجتمعاتنا العربيه يعني خلص الحسد صفى جزء من الحياه تبعتنا، من نظام الحياه تبعنا. في ناس بتامن فيه، في ناس لا، هو مذكور في القران، لكن يعني في ناس خلص بعدها في حالة معينة إنه ما بتتقبل هاي الجزئية، إنه فيش إشي رح يأثر علي أنا كجسد، أنا مش شايفه، غير مرئي بالنسبة لي. بص، الحقيقة أنا شايف الغلط كله علي أنا في حاجة، إن أنا أكلت أكل ملوث.
تمام، وان انا ما صبرتش ان انا اجيب الاكل بتاعي من مكان مضمون. ده بالنسبه لي العقل ده رقم واحد، الغلط الاساسي اللي انا عملته، وده انا مؤمن بيه 100%. تمام، بس عارف روحانيا او نفسيا لا، انت في كذا حد كان مركز معاك في حاجه، كان في كذا حد يقول لك، يعني انا كان في ناس بتسالني بتقول لي بقول لك يا كابتن انت ازاي وصلت فجاه كده للدنيا، انت بتاخد حاجه، انت بتاخد حاجه، انت مش عارف ايه. وفي ناس تقعد، يعني عارف انا مش بقول عليهم ان هم دول اللي حسدوني، لا انا بقول ان جايز حد نفسيته ما كانتش مستريحه او مش كويسه، ان انت برضو مش هندخل جوه نفوس الناس، بس ممكن يكون في نفس مش بتتمنى لك الحاجه الكويسه او بتستكتر عليك النعمه او، فهو ده بيبقى الحسد، انت ما بتشوفوش او مش او ما بت يعني ما بتشوفوش او ما بتلمسوش، بس هو بيبقى طاقه بتوصل لك او برايك هاي الطاقه ممكن توصل اكتر عن طريق السوشيال ميديا؟ هل السوشيال ميديا هو نافذه من هاي النوافذ اللي بتدخل علينا طاقه سلبيه؟ لانه نحن تعودنا كل شيء نعمله في حياتنا نحطه على السوشيال ميديا، فيمكن نحن عمالنا نفتح على حالنا هاي الابواب. جايز كده وجايز كده طبعا، يعني جايز ده وجايز ده. يعني انت عندك مثلا عادي ممكن تتعرض لناس في الشغل، ناس في الشارع، ناس في الصاله، في الجيم، في كل مكان. يعني الفتره دي مثلا كنت بجري، وانا بجري انا بحب اجري في الشارع، فكنت تقعد تلاقي الناس بقى يقول لك، يعني عادي بقى يقعد يضايقوك بقى في الشارع ومش عارف ايه، وايه يا عم انت وراك ايه، طب بتجري ليه يا عم، محدش واخد بالك، شويه كلام كده لطيف. جايز يبقى من السوشيال ميديا، وجايز يبقى من الواقع اللي احنا عايشينه. يعني كل ما هو رآك بعينه جايز انه ممكن الطاقه السلبيه دي توصل لك. والاحجار الكريمه اللي انت بتستخدمها او اللي انت بتآمن انه في عندها شغله معينه ما بتحمي من هذا الشيء؟ يعني لا، ما بتح... الاحجار الكريمه ما بتحميش، هي ما بتحميش، هي بتظبط لك الطاقه بتاعتك، مستقبلات الطاقه بتاعتك، ان انت تستقبل وتصدر طاقه. تمام، لكن هي ما بتحميش، يعني الحمد لله الحامي، يعني الحامي ربنا، ربنا هو الحامي، و... 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 وانت بنفسك انت الحامي نفسك برضو، معنى ان انت مثلا اوضح هاي النقطه عشان ما يصير لبس عند الناس انه لا. يعني من تجربه حدا، تجربه واقعيه وشخصيه، يعني لا حجر ولا شيء ممكن يمنع لا. اي ضرر يصيب الانسان اذا ربنا بده يصير في حدا شغله، اكيد طبعا، اكيد طبعا، بغض النظر عن شو عملنا. يعني اكيد طبعا، اكيد طبعا. كان لقاء جميل عمو، شكرا. والله انا انبسطت جدا، واتمنى ان احنا نتكلم تاني وتالت اكيد ورابع. اكيد، ودير بالك حالك، انا طالع باللوك الرياضي يعني. انا قاعد في البيت. طيب استيت هوم. استيت هوم بالضبط، خليك في البيت. وهي خلصنا الحوار مع عمر، أتمنى أن تكونوا انبسطتوا معنا وما طولنا عليكم. ما تنسوا تعملوا لايك للحلقة، شير، سبسكرايب للقناة، وفعلوا زر الجرس، وحطوا لي بالكومنتس تحت شو رأيكم كان بالحلقة هاي، وتواصلوا معي على وسائل التواصل الاجتماعي، خبروني شو حابين تشوفوا مواضيع جديدة، وبشوفكم بالحلقة الجاي. باي.